أهلا وسهلا بالأردن. الأردن كان من أجمل البلدان العربية السياحية اللي زرتها. الإنرجي فيه كانت عالية خاصة في ودرم، واحد الطاقة الإيجابية، واحد الراحة النفسية، واحد المناظر الطبيعية ولا أروع، خاصة هذا الفندق اللي رحنا له وين كانت القعدة فيه عالمية، خيال. القعدة فيه كانت خيال، شوفوا لي الفخامة والرقي. حاجة واحدة أخرى كامل، ودرم حسيت بها بإنرجي عجيبة غريبة عمري ما حسيتها، كانت من أجمل المناظر الطبيعية اللي شفتها. وحبيت نحكي على شعب الأردن الطيب ومعاملته لينا، كانت فوق الخيال. وتاني داونا المنطقة اسمها العقبة، وين هي منطقة سياحية وين درنا أكتيفيتيز بزاف شابين وسط البحر. الأكل التقليدي كان ولا ألذ. وداونا ثاني زرنا البتراء اللي كانت فيها مناطق تاريخية سياحية بزاف شابة. وفي آخر يوم رحنا لأخفض منطقة في العالم، البحر الميت، وسبحنا فيه وكانت تجربة جميلة جداً.